السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم راح نكمل مع شرح الأجنة لكتشر 3، واللي راح يحكي طبعا يكمل بالجاتي، راح يحكي عن الليفر، تكوين الليفر، الجول بلادر، السبلين، الميد جات، الديدينام، وطبعا سذلو خير لكتشر 4 اللي راح يتكلم عن الهايند جات. طبعا هذا نبدي بالليفر. راح نشوف الصورة هوني، أول من راح يحكي. طبعا الصورة مهمة هوني، ممكن يجي منها فد سؤال. طبعا الصورة اللي على اليسار، نشوف انه الاندوديرم تعطي مثل ما نعرف الفور جات والميد جات والهاند جات. طبعا هم لا اختلاف، هذول راح يعطوني جي اي تي. بس هوني شنو الفور جات راح يعطي الاعضاء يعني الثانوية اللي اسوشيتد اورجان مع جي اي تي، البنكرياس، الجول بلادر، والليفر، واللنج. بس هوني تعقيب صغير، انه الليفر اللي راح الفورغت يعني الاندوديرم اللي راح يعطيه من الليفر هو فقط الهيباتوبلاست، فقط الهيباتوبلاست، بينما بقية اجزاء الليفر سواء الميسنج كايم اللي هو ستروما، الكابسول، او حتى الليفر سانوسويد، الكفر سيل، هذول كلهم راح يعطيهم الميزوديرم. فهاي بس انتبهوا عليها مليح. اما فقط الهيباتوبلاست يعني من هيباتوسايت او بايلر ابيثيليوم، هذا اللي راح يعطيه هو الفورغت اللي من الاندوديرم. طبعا نكمل هوني جوا، يقول ليفر begins as ventral outgrowth the verticillium from the ventral aspect of the caudal part of the foregut. It grows into the ventral mesogastrium and divide into two buds with a stem stalk. طبعا ايش حيقول؟ انه ليفر مثل ما نذكر مثل المحاضرة السابقة، انه راح يبدا على شكل فنترال اوت جروث، يعني على شكل دايفرتيكولوم صغير من الفنترال اسبيكت مال كودل بارت مال فورغت. مثل ما ذكر الفورغت من راح تنشا منه الاسوفيغاس، بعدين راح تنشا الاستوميك جواته. اشنو قدام الاستوميك؟ اذا نذكر محاضره راحت، قدام الاستوميك بالفنترال اسبيكت يعني اللي مقابل الاستوميك ايش راح يكون اكو؟ راح يكون اكو الفنترال ميزوغاستريوم، وبالدورسال اسبيكت راح يكون الدورسال ميزوغاستريوم. ونتذكر انه بالفنترال ميزوغاستريوم راح ينشا الهيباتيك بود او الهيباتيك دايفرتيكولوم، وبالدورسال اسبيكت راح ينشا السبلين، راح تطلع تتكون السبلين. فهون مثل ما نعرف انه راح تنشا على شكل دايفرتيكولوم اللي هي الهيباتيك بود من الفنترال اسبيكت مع الفورغت. طبعا راح تنمو بالفنترال ميزوغاستريوم مثل ما قلنا، تنقسم الى تو بود. هي اول من تنشا مثل ما نشوف هوني بالصوره، الصوره طبعا اللي على اليسار، اول ما راح تبدا نشوء اللي على شكل هيباتيك بود، على شكل بود كلش صغير. طبعا من هاي الهيباتيك بود راح مثل ما نلاحظ اللي هي مثل ما نشوفها على شكل هيباتيك دايفرتيكولوم اللي هي الهيباتيك بود، راح تنشا تو بود مثل ما نشوف هوني. طبعا عيقول تو بود، فراح تنشا الصوره على اليمين هاي الهيباتيك بود، راح نلاحظ انه قسمت الى تو بود. هاي البود الكرينيال بود اللي هي الاعلى، والاسفل اللي هي كودال بود، هاي الصغير بالاسفل طبعا. وهذا هو الستيم او الستالك، هذا هو الستيم او الستالك. فمثل ما نشوف الفاش عقول هذول البود التو بودز من هما البارس هيباتيكا، البارس هيباتيكا اللي هي هذه الفوق، بارس هيباتيكا هي هاي الفوق اللي طبعا هي الكرينيال، واللي هي راح تنشا منها الليفر. التو بود يعني التو لوب العفو مال الليفر اللي هي الرايت والليفت لوبس اوف ذا ليفر. بالاسفل اللي هي كودال بود نسميها، هاي بالاسفل كودال بود، هاي نسميها البارسيستيكا واللي راح تعطي الجول بلادر، بارسيستيكا واللي راح تعطي الجول بلادر. طبعا هذا الستيم او الستالك اللي عي اللي تشايلهم هذول الاثنين اللي هو هذا الستيم او الستالك، هذا هو اللي راح يعطي البايل داكت، هو اللي راح يعطي البايل داكت. فمثل ما نشوفه اللي عرفنا انه الهيباتيك بود تنقسم الى تو بود، الكرينيال بود اللي هي العلويه اللي راح تنشا منها الليفر، التو لوب اوف ذا ليفر، والكودال بود اللي هي راح تطلع منه الجول بلادر، والاما الستيم او الساك اللي هو مثل ما نقول الحبل اللي شايلهم، هو هذا راح يكون البايل داكت. طبعا هون ايش حيقول؟ حيقول ان الكودال بود، طبعا هون الكودال بود ايضا راح تنقسم في انقسامين صغار،
اللي هو السوبيريور اللي راح يعطي مثل ما قلنا جول بلادر. طبعا مثل ما نشوفه خلينا بالصوره هذا هو السوبيريور، هذا نلاحظ الجول بلادر، هذا هو السوبيريور، هذا الجول بلادر، هذا هو مثل ما قلنا الجول البطن انقسم قسمين، السوبيريور اللي هو هذا اللي راح يعطي الجول بلادر والسيستيك داكت يعني هو الحبل اللي شاله السيستيك داكت، بينما الانفيريور هو الفنترال بنكرياس. هاي الزرقاء الصغيره هي هاي الفنترال بنكرياس او نسميها فنترال بنكرياتيك بود، فنترال بنكريات. فطبعا البنكرياس راح ناخذه يعني بشكل كامل واكثر طبعا يعني تفاصيل من هالشكل، مجرد بس معلومه سريعه تعرفوها. طبعا يقول هون السيل اوف ذا ليفر، طبعا اللي يقصد بها الهيباتوسايتس، تكون مرتبه ان ستاندز which separated from each other by blood sinusoid. مثل ما نعرف انه خلايا الكبد يعني تكون مرتب يعني تكون ما بينها فواصل يعني مفصوله بالليفر سانوسويد. طبعا هون مثل ما قلنا انه خلايا الكبد انه تكون من وين جايه؟ جايه من ميزو من الاندوديرم، جايه من الاندوديرم من الفورجت. بينما هون يقول انه الليفر سانوسويد هو جاي من الميزوديرم. طبعا اللي هو من السيبتوم ترانسفيرساليوم، اللي هو السيبتوم ترانسفيرساليوم جاي من وين؟ من الليفر، جاي من الميزوديرم. هاي اول معلومه لازم تعرفوها مهمه انه الليفر سانوسايد جاي من الميزوديرم. ايضا يقول لك الميزوديرم ما بس مسؤول عن تكوين هيباتيك سانوسايد، وانما ايضا مسؤول عن تكوين الستروما والكابسول اوف ذا ليفر. ايضا الكوبفر سيل يجي من الميسينكام، طبعا الميسينكام هي نوعيه من الميزوديرم، فهي ايضا تعتبر ينتمي الكوفر سيل تنتمي ايضا للميزوديرم. يعني حاليا مثل ما عرفنا وذكرناها بداية الليكتشر قلناها انه الهيباتوسايت خلايا الكبد تنشا من الاندوديرم، بينما البقيه سواء الستروما مال الليفر الكبسول مال الليفر هذول يجوا من الميزوديرم. ايضا من الستنا ترانسفيرساليوم ايضا اللي هو من الميزوديرم راح ينشا ليفر سانوسويد، ومن الميسينكام اللي هي نوعيه من الميزوديرم ايضا راح تنشا الكوفر سيل. طبعا الكونكتنج 3 كونكتنج سالك، طبعا ايش هم الكونكتنج سالك 3 راح يتكونون هون بهاي الفتره؟ اللي هم اثنين الهيباتيك داكت، اثنين اللي هم الهيباتيك داكت. طبعا هذا هو الهيباتيك داكت الاول، طبعا هو مال كل لوب، كل لوب يعطي هيباتيك داكت، فاثنينهم مع السيستيك داكت اللي هو هذا السيستيك داكت، طبعا اللي شويه بالاسفل هون شوية كان صار صغير بعد يعني مثل ما تشوفوني بالصورة. هذا هو السيستيك داكت مع الهيباتيك داكت، هذول يتحدون ثلاثتهم ويكونون ايش؟ يكونون البايل داكت، يكونون البايل داكت. طبعا البايل داكت اللي هو هذا، هذا هو البايل داكت. الكونجينيتال انوماليز، طبعا هوني كونجينيتال اناوماليز كلش يعني الصور معناته مهمه وتيجي عليها اسئله. وطبعا من اي صور اخذناها قبل بالكونجينيتال اناوماليز بالكتشر 1 و2 وهسه راح ناخذها بالثلاثه وبالاربعه، كل الصور مع كونجينيتال اناوماليز مهمه، ممكن تيجي الصوره وتيجي عليها ام سي كيو اربع خيارات يعطي اربع امراض واشنو المرض المتعلق بالصوره نختار الجواب الصحيح. مثلا هوني مثل ما نشوف الصورة اللي على اليمين، الصورة اللي على اليمين راح نلاحظ انه الليفر طالع منه فد لوب صغير فوق الاسوفيجس، راح نلاحظه اللي هو هذا. طبعا هذا هو شيء يعني اب نورمال، شيء زايد، لوب زايد من الليفر، راح نسمينه راديال لايك لوب، راديال لايك لوب. طبعا اذا جت الصورة وطلع اربع خيارات احنا راح نختار راديال لايك لوب، هذا هو المرض موجود بهاي الصورة. الصورة اللي على اليسار راح نلاحظ انه اللوب طالع من الكبد فوق الدايفرام، نسمينه سوبرا دايفراماتيك ليفر لوب، سوبرا دايفراماتيك ليفر لوب. طبعا اذا جت ايضا الصورة هاي اللي على اليسار راح نختار هذا الخيار. فالصور كلش هوني مهمة بالاسئلة. هوني ايضا هذول الصورتين مهمات. طبعا اشنو اول صورة اللي على اليمين؟ اللي على اليمين هوني المرض راح يكون دوبلوكيشن مال جول بلادر، دوبلوكيشن مال جول بلادر، مثل ما نشوف الجول بلادر متضاعف. اما الصورة اللي على اليسار فهوني اللي اذا اشرت هوني فمعناها الاوبليتريشن مال بايل داكت، حصل تضيق بالبايل داكت.
بالجهة المقابلة حصلت انتفاخ distension أو distended of the hepatic duct مثل ما نلاحظ. فإذا أشرت على هاي المنطقة راح نقول distension of the hepatic duct، أما إذا هاي المنطقة فهي obliteration of the bile duct. هاي أيضا الصور مهمة، فهذول أربع صور كلش مهمين عن الكونجينيتال أنومالي مع الليفر ومع الجول بلادر. هسه هوني خلصنا الليفر والجول بلادر، راح ننتقل هسه نحكي عن البنكرياس. يقول بالبنكرياس it is formed by the two pancreatic buds from the endodermal lining of the duodenum. These buds are one dorsal and one ventral. مثل ما نذكر او هسه مثل ما شفناها، هيا مثل راح نشوفها بالصورة جوا. طبعا هوني ايش نو البنكرياس بالبداية اول تكوينه عبارة عن two bud، عبارة عن two bud. هذا البود الventral pancreatic bud هذا البنفسجي اللي هو يكون بالفنترال اسبكت مع الستومك ومال الديدينام قدام الديدينام يكونون، يعني بناشة تقريبا يم الهيباتيك دافرتيكولوم. بينما الدورسال بنكرياتيك بود اللي هو طبعا موجود بالجهة الخلفية، موجود بالجهة الخلفية مثل ما نلاحظ. فايش يقول؟ وطبعا هذول مين ينشؤون؟ ينشؤون من الخلايا الاندوديرم مال الديدينام. هذول يتكونون من خلايا الاندوديرم مال الديدينام، الاندوديرمال لايننج اوف ديدينام راح يتكونون. طبعا واحد راح يطلع دورسال والاخر راح يكون بالفنترال اسبكت. اول شيء طبعا الدورسال طبعا يعني اللي قدام اقول لكم انه هو الفنترال اسبكت راح يرجع يلف لي خلف ويرجع يم الدورسال ويتحدون مع بعض ويكونون البنكرياس. فاول شيء يقول الدورسال بنكرياتيك بود grows into the mesoderm العفو mesodidinum and forms the tail and the major part of the head of the pancreas. ايضا الدورسال بود يعطي major part of the main pancreatic duct وايضا يعطي accessory pancreatic duct. هون المهم اللي لازم نعرفه اشنو، انه نعرف ايش راح يعطي الدورسال pancreatic بود. الدورسال pancreatic بود باختصار يعطي اغلب اجزاء الراس مال البنكرياس، الهيد مال البنكرياس، الميجر بارت مال الهيد مال البنكرياس، وايضا يعطي التيل مال البنكرياس. بالنسبه للدكت راح يعطي الميجر بارت ايضا معظم المين بنكرياتيك دكت، وايضا راح يعطي كل الاكسسوري دكت. هذا هو اللي لازم نعرفه عن الدورسال بنكرياتيك بود، ايش راح يعطي، ايش نو اللي راح يعطينه من البنكرياس. طبعا هسه راح نجي عليه الصوره ونشرحها، بس خلينا نكمل الفنترال بنكرياتيك بود واللي هو طبعا مثل ما شفنا قبل شوي انه راح يتكون بالهيباتيك دافرتيكولوم، يعني راح يكون مرافق للهيباتيك دافرتيكولوم. طبعا هذا ايش راح يكون لنا؟ هذا بعد ما يلف يرجع يم الدورسال بنكرياتيك بود راح يشارك بتكوين ما تبقى من الهيد، مثل ما قلنا انه الدورسال بنكرياتيك بود راح يكون معظم اجزاء الهيد، بس بعد اكو شويه تبقت منو هذه راح يكونهم؟ راح يكونهم الفنترال بنكرياتيك بود. ايضا عنده فد شغله بروسيس نسميه الانسينيتو بروسيس اللي هو طبعا هذا بالصوره مثل ما نشوفه هذا الازرق اللي هو الانسينيتو بروسيس. هذا هو الانسينيتو بروسيس اللي ايضا راح يشارك بتكوينه الفنترال بنكرياتيك بود. ايضا مثل ما ذكر انه المين بنكرياتيك دكت كون معظم اجزاء الدورسال، فتبقى جزء صغير واللي هو منه راح يكونه اللي راح يكونه طبعا الدور الفنترال بنكرياتيك بود راح يشارك بتكوين ما تبقى من الاجزاء المين بنكرياتيك دكت. وطبعا هذا هو اللي راح يغذون الهيد وايضا راح يغذون الانسينيت بروسيس. طبعا هوني بالصورة ايش عايز يذكر هوني عي مراحل تطور ونمو البنكرياس. اول شيء تبدا بالفورميشن اول شيء مثل ما قلنا يتكونون من منو؟ يتكونون من الاندوديرمال لايننج مال ديدينام، فراح تطلع على شكل بود صغير دورسال بود صغير. هنشوف هاي الصفرة بالدورسال اسبكت اللي هي الدورسال بنكرياتيك بود، وراح تطلع بود صغير بالهيباتيك دايفورتيكولوم راح نسميها فنترال بنكرياتيك بود. هاي مرحلة اول شيء مرحلة الفورميشن. بعدين تيجي مرحلة الروتيشن الاستدارة، ايش راح تعمل؟ هذه الفنترال بنكرياتيك بود ما راح تبقى بمكانها لانها ما مكانها الصحيح، وانما لازم تستدير
وتروح يم الدورسال هاي البرتقالية لازم تستدير اللي هي فينترال بنكرياتيك بود، تستدير وتروح يم الدورسال بنكرياتيك بود حتى تندمج معاها، يعملون فيوجن يكونون البنكرياس طبيعي نعرفه. طبعا هاي المرحلة الثانية روتيشن. المرحلة الثالثة اللي هي فيوجن، بعد ما استدار وصل يم الدورسال بنكرياتيك بود راح يحصل عملية الفيوجن بين الدورسال والفينترال بنكرياتيك بود. اما هون المراحل طبعا هنا راح نشوف النورمال ديفلوبمنت، راح نلاحظ ان هنا يعني كان الديفلوبمنت ونمو البنكرياس كان نورمال، هذا هو اللي راح يحصل. اما هاي الصوره اللي على اليمين، هاي الصوره طبعا هون كونجينيتال انومالي واللي هو نسميه بنكرياتيك دايفيزم، واللي هو طبعا شنو هذا البنكرياتيك دايفيزم اللي هو هذا، نشوف هذا غلاف الغشاء الاحمر، هذا الغشاء الاحمر اللي ايه هوني، هذا هو الكونجنيتال انومالي، انه الديفلوبمنت بيناتهم والفيوجن ما راح يكون نورمال وانما راح يكون اب نورمال، فراح ينشا مثل الغشاء صغير ما بين الفنترال والدورسال بنكرياتيك بود راح يفصل ما بيناتهم، فهذا طبعا شيء اب نورمال ونسميه البنكرياتيك دايفيزم. عشان هون بعدين ايش يقول انه الاندوديرمال سيلز مال البنكرياتيك بود، خلايا تكون البنكرياتيك بود طبعا هاي ايش راح تعطيه مستقبلا، اللي راح تعطيه هم شغلتين، نعرف البنكرياس انه يتكون من خلايا اكزوكراين وخلايا اندوكراين، واللي الاكزوكراين مثل ما نذكر 99% والاندوكراين 1%. خلايا الاكزوكراين اللي هي سكريتنج السيناي، سكريتنج السيناي واللي راح تفرز ان البنكرياتيك انزيم، والنوع الثاني من الخلايا اللي هو الايلت اوف لانجرهانز اللي تفرز لنا اللي هي طبعا هي الالفا والبيتا سيل والدلتا اللي يعطون الجلوكاجون والسولون الاخري. فخلايا البنكرياتيك بود راح تعطي هذول الاثنين السكريتنج السيناي والايلت اوف لانجرهانز. هسه مراجعه بسيطه طبعا عن البنكرياس، انه مثل ما نذكر يتكون بالبدايه على شكل تو بودز، يتكون بالبدايه طبعا من وين راح يجي؟ راح يجي من اندوديرمال لايننج مال ديدينوم على شكل تو بودز، وحدة فينترال بود موجودة مرافقة للهيباتيك دايفرتيكولوم والأخرى دورسال بنكرياتيك بود. الدورسال بنكرياتيك بود راح تعطي الميجر بارت مال هيد اوف ذا بنكرياس، وراح تعطي التيل، راح تعطي ايضا الميجر بارت مال مين بنكرياتيك داكت، وراح تعطي ايضا اكسسوري بنكرياتيك داكت. بينما الفينترال بنكرياتيك بود ايش راح تعطي؟ راح تعطي ما تبقى من اجزاء الهيد، وراح تعطي ايضا الانسينيت بروسيس، وايضا راح تعطي ما تبقى من اجزاء المين بنكرياتيك داكت. بعدين ايش قلنا؟ انه الاندوديرمال سيل خلايا اللي تكون البنكرياتيك بود راح تعطي شغلتين اللي هم سكريتنج اسيناي اللي تفرز البنكرياتيك انزيم، وايضا راح تعطي الايلت اوف لانجرهانز. هسه راح نجي على الكونجينيتال انوماليز. الكونجينيتال انوماليز اول شيء البنكرياتيك دايفيزم اللي هسه ذكرناه قبل شويه. طبعا شنو هني مثل ما نلاحظ هو هذا اللي حكيته عنه قبل شويه، هذا غشاء الاحمر، هذا غشاء الاحمر اللي بين الفنترال والدورسال بود راح يتكون، فيكون هذا الشيء اب نورمال راح يفصل بين التو بودز. طبعا الصوره هم ايضا مثل ما ذكرنا قبل شويه الصوره كلش مهمه، اذا جت الصوره فالكونجينيتال انومالي التشوه الخلقي مال هاي الصوره هو هذا، نكتب البنكرياس دايفيزم. طبعا الثاني شغله اللي ممكن ان تحصل انه سيستيك فايبروسيس معناها يحصل تليف بالبنكرياس، يحصل تليف بالافرازات البنكرياس، هذا ايش راح ينتج لنا؟ راح ينتج لنا انه ان فيري فيسكوس بنكرياتيك سكريشن، البنكرياتيك سكريشن تكون كلش يعني ثخينه، افرازات البنكرياس تكون كلش ثخينه، هذا ايش راح يؤدي؟ راح ينتج عنه obstruction of the pancreatic duct، يؤدي الى اغلاق او انسداد بالمجرى البنكرياس اللي هو البنكرياتيك داكت. فهو ثاني شغله تحصل هي سيستوك فايبروسيس، تليف خصوصا بافرازات البنكرياس واللي راح تكون فيري فيسكوس كلش ثخينه، تؤدي الى obstruction انسداد بالبنكرياتيك داكت. الشغله الثالثه اللي راه ممكن انه تحصل هي بنكرياتيك تشو ماي انفيد ذا بايلوريك اريا اوف ذا ستومك، هوني انه البنكرياتيك تشو الانسجه البنكرياس ممكن انه ما تكتفي بتكوين البنكرياس وانما تتعدى الى اماكن اخرى، فتروح تهاجر او تغزو البايلوريك اريا منطقه البايلوريك بالستومك،
طبعا نسميه الاكتوبيك بانكرياس. فهون ايضا شغله ثالثه تكون اب نورمال، واللي قلنا انه بانكرياتيك تشو ممكن تغزو البايلوريك اريا اوف ذا ستومك، ومثل ما نشوف بالصوره، مثل ما نشوف هون بالصوره بالنقط الحمر. طبعا هاي هي معناها انه عتروح البانكرياتيك تشو عتغزو اماكن اخرى من الجي اي تي. المرض الرابع عفوا التشوه الخلق الرابع، واللي هو طبعا كلش مهم، والصورة ايضا مالته مهمة، اللي هو الانيولار بانكرياس. الانيولار بانكرياس طبعا هذا ايش يقصد بينه؟ اللي يقصد بينه انه وير رينج اوف بانكرياتيك تشو سراوند هول سيركمفيرنس اوف ديودينوم ديو تو ابنورمال ميجريشن اوف بانكرياتيك بول. هوني انه طبعا حلقة من البنكرياس، حلقة من نفس الشيء البنكرياس راح تحيط بمنه، راح تحيط بالديودينوم. هذا بسبب ايش؟ بسبب الابنورمال ميجريشن اوف بانكرياتيك بود، اللي هي طبعا الفنترال بانكرياتيك بود. مثل ما اتذكر انه الفنترال بانكرياتيك بود تكون بالفنترال اسبكت، يعني من الهيباتيك دايفرتيكولوم. فهذه لازم اشنو تعمل روتيشن او ميجريشن، تغادر وتيجي يم الدورسال حتى تعمل فيوجن معها، تتحد معها. فهوني خلال الميجريشن مع الفنترال بانكرياتيك بود ممكن تحصل شغله ابنورمال، وانه تلتف حوالين الديودينوم وتكون مثل الرينج من البنكرياتيك تشو حوالين الديودينوم، واللي هو مثل ما نشوف هذا الازرق. طبعا هذا الازرق هو هذا الرينج من البنكرياتيك تشو واللي عيحيط بالديودينوم بسبب مثل ما قلنا الابنورمال ميجريشن اوف ذا بنكرياتيك بود. طبعا الصوره ايضا مثل ما قلنا كلش مهمه، وممكن ايضا تيجي هاي الصوره مثل الواضح بها اللي يميزه انه هذا الازرق اللي هو الرينج من البنكرياتيك تشو اللي عيحيط بالديودينوم، وهاي اذا جت فنكتب اللي هو الانيولار بانكرياس. هسه ملخص الكونجينيتال انومالي هم الاربعه: البانكرياتيك دايفيزم اللي هو الغشاء اللي يتكون ما بين الفنترال والدورسال بانكرياتيك بود، التشوه الثاني اللي يحصل انه سيستيك فايبروسيس واللي هو بالبنكرياس، واللي هو تكون افرازات السكريتنج مال البنكرياس تكون فيري فيسكوس فتؤدي لاوبستركشن مال البنكرياتيك داكت. الشغله الثالثه اللي ممكن انه تحصل واللي هي طبعا انه البنكرياتيك تشو ممكن تهاجم او تغزو اماكن اخرى من مثل البايلوريك اريا بالستومك، نسميها اكتوبيك بنكرياس. والتشوه الرابع واللي يحصل هو الانيولار بنكرياس، واللي يتكون رينج من البنكرياتيك تشو حوالين الديودينوم بسبب الابنورمال ميجريشن مال فنترال بنكرياتيك بود. هذه هو كل ما يخص البنكرياس سواء من التكوين او من الكونجنيتال انومالي. راح نجي هسه على السبلين. طبعا السبلين هون مثل ما نعرفه ما يخص ولا من الجي اي تي ولا من الاسوشيتد اورجان، فهو من ايش راح يتكون؟ ما راح يتكون من الاندوديرم، وانما راح يتكون من الميزوديرم. راح يتكون من الميزوديرم، ومثل ما نذكر قبل بالدورسال ميزوغاستريوم ذكرته بدايه المحاضره، بالفنترال يتكون الهيباتيك بود او الهيباتيك دايفرتيكولوم، اما بالدورسال اسبكت اللي هو بالدورسال ميزوغاستريوم راح يتكون السبلين. طبعا راح تتكون السبلين واللي راح تقسم ان هذه الدورسال ميزوغاستريوم مثل ما نذكر الى جاستروسبلينيك ليجامنت وإلى لينو رينال ليجامنت. جاستروسبلينيك ليجامنت ولينو رينال ليجامنت. طبعا it first lobulated but later on lobe becomes confluent together. ايش يقول هون؟ ايش يقصد بهذه الجمله؟ يقصد انه السبلين بدايه تكوينه، اول ما تتكون السبلين تكون لوبيوليتد، يعني مقسم الى لوبيولات صغار، بس بعدين مرور الوقت يعني بعد فتره قصيره ايش راح يحصل خلال تكوين يعني بالجنين؟ راح تتحول الى لوب، تو لوبس، وفاش يحصل لك كونفلوينت، يعني تجمع اندماج انصهار مع بعض توجذر مع بعض البعض، فتكون لوبس، ما تبقى لوبيوليتد، وانما تحول الى لوبس. فيقول لك البريزنس مع النوتش بالابر بوردر مع الادلت سبلين هو دليل على الايرلي لوبيوليشن، انه من تجي تفحص تشوف السبلين مع شخص انسان بالغ راح يشوف بالابر بوردر باعلى السبلين هناك مثل النوتش. طبعا هذه هي دليل على انه كانت السبلين كانت عباره عن يعني لوبيوليشن، عباره مكون عن لوبيولات بعدين حصل بيها اللوبس واللي هي اصبحت عباره عن تو لوبس، صار بيها كونفلوينت لاي اللوبيولز وكونت لوبس.
فهون اول شيء ايش يذكر بها الكونجنيتال اول كونجنيتال انومالي هو اللوبيوليتد سبلين مثل ما ذكرنا قبل شوي انه بالبدايه تكون لوبيوليتد فهون تبقى لوبيوليتد ما راح يحصل بها لوبس ليش due to the failure of the lobes to become confluent هاني طبعا السبلين تفشل بانه تتحول من لوبيوليتد الى لوبس ما يحصل confluent بين اللوبيول فتبقى لوبيوليتد سبلين مثل ما نشوفها بهاي الصوره اللي عطتها الدكتوره طبعا هذه نلاحظ انه هاي الخطوط نلاحظ ان السبلين مكونه من لوبيول وليس لوبس هي المفروض تكون من تو لوبس الليفت والرايت وبينما هي بهاي الصوره راح نلاحظ انه مكونه من لوبيول فتبقى لوبيوليتد سبلين الشغله الثانيه اللي هي الاكسسوري سبلينيولاس الاكسسوري سبلينيولاس طبعا ايش معناته معناته تتكون جزء اضافي صغير طبعا يقترن ايضا من بالسبلين مثل ما لاحظنا قبل شويه بالليفر انه تكون راديال لايك لوب جزء صغير من الليفر صار فوق الديدينوم تكون زايد او جزء يعبر مثلا دايفرام اللي يسمينا سوبرا دايفرامتيك ليفر لوب هون نفس الشيء تكون اكسسوري سبلينيولاس سبلين طبعا جزء من السبلين اضافي وممكن هذا الشيء يعني يكون كبير صغير فيتكون جزء اضافي ملاصق للسبلين الاصلي طبعا هذا كل ما يخص السبلين اهم شيء لازم نعرفه انه يجي من الميزوديرم هسه راح نبدا بالديدينوم طبعا الكرينيال اشيقول الكرينيال هالف اوف ذا ديدينوم از ديرايفد فروم ذا فورجات بينما الكودال بارت فروم ذا ميدجات طبعا هذا الشيء ذكرناه بدايه ثانيه محاضره من حكينا على الديدينوم انه يصل تكوين الديدينوم الى الابر هالف يكون الفورجت يصل اخير شيء يكون الفورجت هو الابر هالف من الديدينوم بينما اللور هالف او الكودال بارت من الديدينوم هو اللي راح يكونه الميدجت راح يبدي يكون الميدجت اللور هالف الديدينوم يكون الاليام والجيجينوم وهكذا طبعا جيجينوم بعدين اليام طبعا هذا this explained the blood supply from coeliac trunk وايضا من superior mesenteric artery هذا الشيء طبعا يشرح لنا او يوضح لنا ليش الديدينوم التغذيه مالته من اثنين artery من السيلياك artery وتغذيته ايضا من superior mesenteric artery لانه احنا مثل ما نعرف الفورجات يغذيها السيلياك artery الميدجات يغذيها superior mesenteric artery والهاين قط يغذيه الانفيرال ميزنتريك ارتري فنلاحظ انه الديدينوم انه يغذين تو ارتري من فوق الكرينيال بارت يغذين السيليك ارتري من اللور او الكودال بارت راح يغذينه السوبيريال ميزنتريك ارتري طبعا هون يكمل يقول as a result of rotation of the stomach the duodenum comes to the right and becomes a C-shaped structure that loses its mesentery and becomes as retroperitoneal structure except its first one inch طبعا نتيجة مثل ما نتذكر بالبداية الديدينوم يكون بالدورسال اسبكت مالته متصل مع فتشغلة نسميها دورسال ميزنتري اللي طبعا الدورسال ميزنتري اللي هي مثل ما ذكرت دورسال ميزغاستريوم فتكون هاي الدورسال ميزنتري هي اللي راح تربط الديدينوم مع الميزو راح تربطه مع البوستيرير ابدومينال وول هي نسميها ميزو ديدينوم او نسميها دورسال ميزوغاستريوم او دورسال ميزنتري راح تربط الدورسال اسبكت مال الديدينوم بالبوستيرير ابدومينال وول واللي طبعا مثل ما نعرف الدورسال ميزوغاستريوم واللي تتكون منه السبلين واللي تتكون منه السبلين وتقريبا هم من يما البنكرياتيك بود وهكذا طبعا as a result of rotation of the stomach طبعا نتذكر انه الستومك يحصل بها روتيشن وتستدير طبعا هي بعد مثل ما ذكر كانت انبوب طويل يعني مستمر من الاسوفيجاس جوات الاستومك مجرد فقط انتفاخ صغير وبعده دينام فهو يحصل له بعدين الروتيشن حتى تصير بالمكان اللي نعرفه يعني تروح للليفت
سايد. فكنتيجة لهذا الروتيشن مال الستومك الديودينام راح تروح للليفت، لانه الستومك من راح تندفع، راح تندفع للرايت سايد، عفوا للليفت سايد. الديودينام ايضا راح تندفع لاتجاه المعاكس الرايت سايد. فالستومك من راح تندفع بالروتيشن للليفت سايد، راح تدفع الجهه السفلى اللي هي البايلوريك بارت من الستومك راح يندفع قليلا للليفت، فيصير الديودينامو اللي يكمل مع البايلوريك اريا راح يصير بالرايت سايد، راح يصير بالرايت سايد. طبعا راح يصير شكله عباره عن سي شيب بسبب الروتيشن، وايضا الروتيشن اللي راح يحصل بعدين بالميد جات والتكوين ما تبقى من الديودينام. اي فراح يصير شكله عباره عن سي شيب تقريبا، استداره من الرايت بعدين تروح للليفت وهكذا، تصير مثل حرف سي. ايضا تفقد الميزنتري اللي هو الدورسال ميزنتري اللي يربطها بالدورسال بوستيرير ابدومينال وول، راح تفقد هذا الاتصال مع الميزنتري، وايضا راح تصبح عباره عن ريتروبيريتونيال ستراكشر، راح تصبح عباره عن ريتروبيريتونيال ستراكشر ما عدا طبعا اول انج من اول انج منه راح يكون هو بيريتونيال ستراكشر. طبعا هاي اللي هوني يكمل مع يخلص الديودينام. راح اكمل طبعا الميد جات، الفيديو بحضر شويه صعب وبروتيشن، فاللي حد هوني شكرا.